سنباشر إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم لقاءات، جولة ثانية من اللقاءات، ومع طبق مع ما تبقى من بعض الأحزاب التي يعني أعطتنا مواعيد بعد العيد، وأيضا مع المنظمات الكبرى في البلد، سواء كانت متعلقة بالمنظمات العمالية أو المنظمات الطلابية أو المنظمات اللي هي في الفئات الأخرى. يعني نحاول أن نتصل بها في جولة ثانية، عندما نكمل هذه الجولة مباشرة يعني يعني ننزل بمبادرة التوافق الوطني إلى المحلي، إلى القواعد النظرية بأحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة وبقية بعض الأحزاب التي كانت في ما قبل العيد في عطل. قالوا لنا أننا نلتقي بعد العيد كحركة النهضة، كحركة حزب العمال الفجر الجديد،